اسعد الله اوقات الجميع واهلا بكم احوال الطقس تقول لهذه الظاهره ان شاء الله والليله القادمه نبقى نستمتع دائما باجواء صافيه مش مسدد دليل امتداد مرتفع جو بالنسبه للشمال الجزائري رغم عبور او ظهور بعض السحوب بالنسبه لظهور ظهور من النوع المتوسط العالي بالنسبه للمناطق الداخليه وحتى بالنسبه للجنوب الشرقي الجزائري ولكن تبقى السحب بدون فعاليه مرتقبه بينما الاجواء تبقى صافيه مشمسه بباقي ارجاء الوطن. درجات الحراره القصوى راح تكون معتدله نوعا ما، حراره ما بين 18 درجه و 22 درجه راح تزول تقريبا كل المدن الشماليه، ستصل الى غايه 21 درجه بالنسبه لقردايا هذا يعني بالنسبه لشمال الصحراء، 22 درجه بالطمن 24 درجه بالتيممون و 26 درجه راح تزولوها بعين صالح واخرين 25 درجه و27 درجه راح على الخط الرابط ما بين برج بدي مختار وحتى بعين كزام. خلال الليله القادمه ان شاء الله نظرا لامتداد نقول لارتفاع نوعا ما بالنسبه لنسبه الرطوبه راح الاجواء وبعد بعض السحب نقول كثيفه محليا ستتشكل اثناء الليل على المناطق الداخليه ولكن ستنقشع تدريجيا في آخر الليل ان شاء الله نفس الشيء بالنسبه لمرتفعات الهكر والتصيلي اما درجات الحراره الدنيا اثناء الليل هنا تبقى منخفضه منخفضه اعتقد من كل المدن الشماليه ننتظر حرمة بين 9 درجات فقط و16 درجه و18 درجه على معظم المدن الشماليه الساحليه وحتى بالمدن الداخليه 9 درجات بتبسه 16 درجه بالعاصمه 18 درجه بوهران 11 درجه بسيدي بلعباس 16 درجه ايضا حذلوها بعنابه و10 درجات بالنسبه للغواط وحتى بجلفه هذا بالنسبه للشمال بالنسبه للجنوب الجزائري 9 درجات فقط ستسجل هذا بمرتفعات سبعة 17 درجه بتميمون وحتى بالنسبه لعين قزام باقصى جنوب الجزائري للملاحه والصيد البحري اخواني الصيادين واش نقول لكم اخواني الصيادين المستعملين الملاحه والصيد البحري راح ان شاء الله ظروف جيده تماما لممارسه الملاحه والصيد البحري رياح ضعيفه تماما تاتينا جنوبيه غربيه غربيه الى شماليه غربيه ثم تميل الى غربيه وجنوبيه غربيه بالنسبه لاقصى شرق الوطن رؤيه جيده ان شاء الله ظروف جيده لممارسه الملاحه والصيد البحري كما يقول ظروف جيده في ممارسه الملاحه والصيد البحري وحتى ممارسه الصيد بطريقه البالونغروت كيقولوا البالونغلوط يخوني الصيادين يعرفوا واش يحب يقول البالونغروت اذا يومكم موفق ان شاء الله مشاهدينا الكرام اخر ورقه نختم بها النشره الجويه هي المعلومات الفلكيه توقيت نسب العاصمه وضوحها نهايه اسبوع مريحه للجميع ان شاء الله مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد بقاو معنا اوقات نتاع ما بقيه البرامج على الاقتصاديه الاولى سلام